كنت قد سألتك عن الخبر الذي أوردته الصحيفة المالطية، كيف تابعت هذا الخبر؟ تحية مسائية لك أخي محمد ولمشاهديك الكرام. كما تفضلتم، نشرت نتيجة جريدة تايمز في مالطا هذا الخبر. هذين حاويتين ضخمات مليئة بالكاش بالسيولة النقدية المطبوعة في روسيا، والتي كانت متجهة لعصابة المتمرد. الآن اليوم الجميع يتكلم على أن من يدير المنطقة الشرقية هم عبارة عن عصابة تزور المال وتمول به القتل والدمار وشراء السلاح. الجميع يعلم، كثير اليوم من الصحفيين حتى بشكل شخصي تواصل معنا العديد من الصحفيين، والجميع يعلم أن كل مرتبات المنطقة الشرقية كمعلمين وصحة ومواصلات موظفي الدولة تمول من المصرف المركزي في طرابلس. ولكن هذه العصابة طبعت إلى الآن ما يقارب من 15 مليار دينار، وطبعا تشتري في العملة الصعبة من السوق السوداء، السوق الموازية، وتمون بها عصابات المتمرد، بالإضافة إلى جزء منها يذهب لشراء الذمم ولتهرب في بعض الحسابات في خارج ليبيا. رصدت كما سمعنا هناك العديد من الحسابات لمجموعة من الأسماء الوهمية، وبعض الحسابات الغير معلن عنها، الحسابات السرية يعتقد أنها لحفتر وأبنائه وبعض معاوني وزوجاتهم وبناتهم في العديد من الدول. وبالتالي الجميع الآن يراقب العصابة، هذه العصابة الإجرامية التي تشن حرب على العاصمة طرابلس، والتي تمول هذه الحرب عن طريق هذه العملة التي تطبع في روسيا. هذه العملة أخي منذ شهر يناير الماضي إلى هاتين الحاويتين الأخيرات يقدر المبلغ الكامل بما تجاوز 15 مليار دينار ليبي. نعم. طيب دكتور، أريد أن أسأل، السلطات المالطية احتجزت هذه الكمية، يعني هل هو قرار مالطي من السلطات المالطية، أم أنه يعني جاء بتواصل من الحكومة في طرابلس أو المصرف المركزي؟ كيف جاء هذا القرار؟ نعم، بكل هو هذه عن طريق المخابرات المالطية. حقيقة جهاز المخابرات المالطي هو الذي كشف الحاويتين وتواصل مع الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي، وجاء الرد أن يرجو منكم حجز هذه العملة لأنها مزورة ولأنها غير متوجهة للحكومة الشرعية. طبعا الحكومة المالطية ككل الحكومات في العالم هم يعترفوا بحكومة المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق، ولا يعترفوا بغيرها، لأن هذه التي تعترف بها الأمم المتحدة. وحتى تقرير التايمز اليوم واضح جدا، يعني أن هذه الحكومة المالطية طبعا تبرر للشعب المالطي لأن في رأي عام، فبالعكس حتى الرأي العام المالطي مرتاح جدا اليوم لهذه الخطوة، وأن مالطا تقف إلى جانب الشرعية وإلى جانب حكومة طرابلس. والعديد من التعليقات سمعناها وقرأناها اليوم، الشارع كله مرتاح. إذن هذه العملية مرة أخرى كانت عملية استخباراتية مالطية، تواصل مع حكومة الوفاق، جاء الرد وبالتالي تم الحجز. حاولوا طبعا للأسف الشديد، علمنا من مصادر خاصة، حاول المجرم المتمرد عن طريق للأسف الشديد بعض الشخصيات اللي موجودة في مالطا، والتي للأسف الشديد لا تملك، لا تخاف من الله ولا من الخلق، هذه ناس لا تحشم لا تخاف، فحاولت أنها تتواصل مع الحكومة المالطية، ولكن جاء الرد زاجرا ناهيا أن هذا الكلام غير مقبول، الموضوع هذا غير مقبول الكلام فيه. طيب في رأيك ختاما دكتور محمود، هل سيتم تسليم هذه العملة المحتجزة لحكومة الوفاق أم ما مصيرها؟ للأمانة هذا السؤال لم نجد إجابة عليه حتى سألنا، فأنا لم نجد إجابة عليه، لأن حتى المالطيين، هل هو
لا يريدون إفشاء الأمر، ولكن أنا أعتقد أنها ستذهب إلى الإعدام، وأنا أتمنى من حكومة الوفاق أن تتدخل لتعدم هذه العملة وتطلب من الحكومة المالطية إعدام هذه العملة وتشرف على إعدامها.